ودلوقتي يا جماعه فقره الهاشتاج. اول خبر معانا في الهاشتاج النهارده عن السوبر ستار انغام اللي خلاص هتنزل البومها الجديد في عيد الاضحى. زي ما انتم عارفين طبعا انغام اجلت نزول الالبوم اكتر من مره، لكن هي خلاص هتنزله في العيد، وكمان نزلت صوره على الفيسبوك ليها وهي قاعده وقالت احنا خلاص بنخلص الالبوم. في كلام كتير كان بيتقال ان سلطان اضطرب ابو وديع تعبان شويه الايام دي، لكن عايزين نقول لكم ان هو الحمد لله كويس، وده اللي عرفناه من خلال مي حريري. مي حريري اتصورت معاه صوره في بيروت ونزلتها وقالت الحمد لله ان هو كويس. يا ترى اخر اخبار النجم ايهاب توفيق؟ حالا هنعرف مع بعض من خلال الرساله دي. ايهاب توفيق صور فيديو ونزله على يوتيوب، تعالوا مع بعض نشوف قال ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسلم على كل الاهابيين وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين. الالبوم خلاص جاهز، الكفر، البوسترات، الدعايه، البرومو، كل حاجه جاهزه ان شاء الله، هتكون جاهزه للعرض كمان في خلال وقت بسيط جدا. الالبوم هيكون فيه ان شاء الله 14 اغنيه، وال 14 اغنيه اللي انا كتبتهم بخط ايدي واتعرضوا على البيج هم دول اللي هيكونوا موجودين، لا اكثر من كده ولا اقل من كده. وحشتوني جدا، وان شاء الله يعني الالبوم يعجبكم والاغاني اللي فيه تعجبكم. وشكرا على الاهتمام اللي انا شايفه منكم في الصفحه وفي كل مكان، شكرا على المتابعه الجيده القويه جدا منكم، وان شاء الله تزيد وتزيد اكتر في الايام الجايه والالبوم يعجبكم. وصوتك يقربنا، كل سنه وانتم طيبين. النجم احمد جمال بيصور دلوقتي في امستردام اغنيته الجديده اتحكي. هو نزل صوره على انستجرام من كواليس التصوير، واللي عرفناه ان الاغنيه هتنزل قبل العيد. ايتن عامر بقت اكتف شويه على السوشيال ميديا الفتره الاخيره، ونزلت على الفيسبوك عندها فيديو ليها قالت فيه كلام كتير للفانز بتوعها. تعالوا تشوفوا هي قالت ايه في الفيديو ده، بس عايزه اقول لكم الفيديو كان دمه خفيف جدا. صباح الخير، انا مش عارف اسجل فيديوهات للفانز فصباح الخير، بس مش لاقي اي حاجه تانية اقولها. صباح الخير، هاف ا جود داي، صباح الفل.